السلام عليكم العائلة، السلام عليكم البنات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم، وكنتمنى ما تنسونيش بالدعم ديالكم، واحد اللايك، واحد الكومنتير، واحد البارتاج في قناة ريفيا في الغربة. بسم الله على بركة الله. غنبدأ معكم واحد الديسير، كل واحد كيفاش كيسميه. مهم، بسم الله على بركة الله. عندي هنايا 150 غرام ديال السكر كما كتشوفوا، عبرتو انايا، عندي كاس هنايا وشويه. عندي ثلاثه البيضات كما كتشوفوا، عندي واحد فاني، عندي قشره الحامض ولا الليمون، سيترون ولا واحد كيفاش كيقولوا، وعندي واحد ملعقه نتاع النشا، وعندي ربعه ديال دانون ناتورال، كل واحد استعمل ماركة اللي بغا. وعندي بطبيعة الحال فرماج ديال ماسكابون. بسم الله على بركة الله. غنديرو البيض هو الأول، غنديرو السكر كما كتشوفو، غنخلطوهم مزيان حتى يتجانسو، تكون لي بيضة القوام ديالها حتى يولي بيض. أنا غنخلطو مزيان وغادي نرجع معاكم. كيفما شفتو البنات، غادي نخلطها مزيان مع السكر وداك البيض حتى تجانس القوام ديالها. دابا غندير واحد فاني كما كتشوفو، غندير قشرة الحامض ولا سيترون ولا الليمون ولا كما بغيتو، وغندير دانون ديالي نسوس. من الأحسن إلا كان عندكم دانون ديال كريكو، هو زوين كيجي حسن من دانون ناتورال عادي وصافي. انا هادشي اللي كان متوفر عندي في الدار، ايوا قلت غنشاركو معكم. في الحقيقه كنت غنشاركو معكم هاد الوصفه البارح، ما عنديش الوقت، راكم عارفين اللي عنده الدراري الصغار والسبت ولي كورس باش توجدي ليهم نهار الاثنين عاوتاني. نخلط هادشي عاوتاني مزيان، نزيدو الفرماج ماسكابون، سمحوا لي سمحوا لي البنات بنتي كتعيط ليا. درت الفرماج ديالي، غنخلط هذا الشيء مزيان، هانتوما، وعندي داك المعلقه تاع النشا، شي كيقول نشا شي كيقول مايزينا شي كيقول كل واحد وكيفاش كيسميها، نقولوا النشا حنايا. صافي ها انتما معايا، غنخلط الخليط ديالي وغنرجع معاكم. ها انتما البنات، بعد ما خلطتو غنجيب المول وغنديرو في الفرن. ها هو المول ديالي، درت ليه بابيل الورق ديال الطهي. المهم اللي ما عندوش يدير الزبده صافي. باش غادي
وغندخلو للفران 170 درجة 45 دقيقة وغنرجع معكم. ها انتم البنات كيفاش خرجات، نقولوا ديسير نقولوا باستيل نقولوا مهم اللي بغيتو. انا غندير سكر كلاصي، نزوقها بالسكر كلاصي البنات. يمكن ممنوع نبين ونوصف الكاميرا، ما نعرف، انا غير كنسمع في اليوتيوب. غنقطعها وغنرجع معكم. هانتوما البنات قطعتها معاكم، يمكن كتبان ليكم كيفاش. ها هي كتجي يا سلام، متشبعوش منها. خلوها تبرد حيت انا باقا سخونه، ديروها في الثلاجه حتى تبرد حتى تغداو. بديت كنصايب غديوه ديالي، قلت علاش لا ما نشاركش معكم الغدا ديالي البسيط والمتواضع. ها انتم البنات فرشت البصله في الطاجين كما كتشوفوا، كل واحد شنو كيدير، شي كيدير خيزو شي كيدير. انا كنفرش البصله وكنت غاسله الدجاج من قبل ملي كنت كنصايب معاكم داك الديسير، وقلت علاش لا نشارك معاكم الغديوه ديالي. انتما فرشت الدجاج مع اليوم الحد، ما كاينه لا مدرسه لا والو، ماشي نديرو قلت غندير الطاجين ماشي بحال الكوكو تصفر فر 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 دغيا دغيا. الطاجين المذاق ديالو بوحدو ماشي بحال الايامات العاديين الاخرين، ما كيكونش عندنا الوقت مع عندو الدراري المدرسه ونرجعو دي ورجع، كنستغلو الفرصه وكنديرو الكوكوت كلشي كيطيب دغيا. ايوا اليوم الحد الغدا ديالنا طيب على خاطرو. هانتوما قلت غندير اليوم غير بطاطا والزيتون. ايوا درت واحد جوج كريعات انا وزماني حيت ما كياكلها حتى شي واحد. هانتوما كما كتشوفوا البنات حقيقة كنت باغي نشارك معكم داك الديسير البارح باش ما كانش عندي الوقت، التقديه والدراري قلت ماشي مشكل حتى الغداء. كما كتشوفوا ضروري يكون الحار في الطاجين. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين، ونديروا الزيتون. كنتمنى تدعموني وديروا لي واحد لايك واحد البارتاج واحد الكومونتير، بارطاجو مع صحابكم والعائلة حتى لهنا. ونسيت ما قلت لكمش باش ما يتهرش لكم الطاجين، يبقى لكم مدة طويلة، بقاو تفرشوا ليه. راه اصلا راه كيتباعوا داك الحديدات في المغرب، مي انا ما عنديش، درت ليه غير المقلة. هانتوما البنات ودرت الزيتون، ايوا صافي غنقص عليه ونخليه يطيب على خاطرو. ايوا صافي البنات كيما شفتوا الغديوه ديالي شاركتها معاكم حتى لهنا. نقول لكم في امان الله وحفظه، السلام عليكم.